أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونا بصلواتهم الدائمة لله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف وشركة القديسين وقال: عندما نضع كل ثقتنا في شفاعة قديس، فإن ثقتنا لها قيمة فقط بسبب ارتباطها بالمسيح، والرباط الذي يوحدنا بالمسيح وفيما بيننا له اسم خاص وهو شركة القديسين. وقداستنا هي ثمرة محبة الله التي ظهرت في المسيح الذي قدسنا وأحبنا في بؤسنا وخلصنا منه، وبفضله نحن نكون جسداً واحداً حيث هو الرأس ونحن الأعضاء، فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، وإذا أكرم عضو سرت معه سائر الأعضاء. لهذا بحكم شركة القديسين كل عضو في الكنيسة مرتبط مع سائر الأعضاء، وهذا الرباط قوي لدرجة أنه لا يمكن أن يكسر حتى بالموت. فلا تشمل شركة القديسين الإخوة والأخوات فقط الذين كانوا في جواري في لحظة تاريخية ما، بل تشمل أيضاً الذين أنهوا حجهم على الأرض وعبروا عتبة الموت. وقال قداسته: نحن جميعاً بحاجة إلى أصدقاء خاصة لمواجهة الصعوبات. كان ليسوع نفسه أصدقاؤه، وكان يلجأ إليهم في أصعب اللحظات. شعرت الكنيسة دائماً بمودة كبيرة تجاه مريم ويوسف، فارتبطت بهما ارتباطاً قوياً. إلى القديس يوسف عهد الله نفسه بابنه يسوع وبالعذراء مريم. بفضل شركة القديسين نشعر بأن القديسين والقديسات قريبون منا، فهم شفعاؤنا، فيجب أن نتوجه إليهم دائماً بثقة كبيرة في اللحظات المهمة في حياتنا.